حنا في ضيافته شيخ من شيوخ البقوم شافي بن مفرح القرمودي وسبعة أنعام. هذا الرجل صار عليه قصة مع عتيبي قبل تقريبا قبل كم سنة يا جماعة؟ 35 سنة. قبل 35 سنة. اللي يعرف هذا الشخص العتيبي يجيبه لنا وله جايزة طيبة. هو العتيبي سم يا عمي وش القصة؟ القصة طال عمرك أنا كنت رئيس بلدية رانيا وساجرت لي بيت وسيع وبنت فيه بيت شعر من القلاعيات هذه. ايه وعندي خلفات يحلبونها لي واحد من الملاي والنار مشبوب وحنا على نبريد شوي راعيها والله وانا اخذي النار وعليها جيك حليب وبرد حليب وتمر ومن كل شيء رحت للدوام يا عمي وخليت النار مشبوبة النار مشبوبة وكل شيء على النار. يوم جيت من الدوام لا فيه ورع الجيران لنا ما يروح المدرسة لا والله نديت الورقة تحت الشداد يوم عين فيها لا هي قصيدة لهو يقول يا ورع سلم لي على راعي البيت اللي على الضفام ما صك بابه سلم عليه اعداد ما اصبحت ومسيت واعداد من زار الحرم واستعابه وقل له تراني من دلاله قهويت شربت فنجال لذيذ شرابه لقيت بابه فاتح يوم مريت هذا وشكله طول الله شبابه وانا عتيبي عالي الاصل والصيت واعتز بصلي يوم انا من عتابه. الله الله مجيت ما لقيت الضيف حاولت اني ابكرمه حسب سلومنا وسلوم الرجال كلهم ما لقيت عاد سويت في أبيات أقول يا مرحبا يا ضيفنا عقب حليت يا مرحبا بالضيف يا مرحبا به يا مرحبا بك عد ما قبلت وقفيت وإعداد نو الصيف لمطر سحابة وراك يا ضيف السعد ما تحريت حتى نزورك يا رفيع المهابة نكرمك بالواجب بعد ما تعنيت ذا سلمنا والسلم كل مشابه ومن عادتي ما خبر الباب صكيت تشهد لي الأجناب ويا القرابة أن البقوم اللي قروم وعناتيت تشهد أنه خندف تشهد شبابه وأنا صح من لسانك. هذا الكلام أبيكم توصلون الكلام ذا لعتابة عموم واللي يعرف هالضيف ذا ترى اللي عندي جائزة أبكرمه حسب عادة الرجال يكرم سلامتكم. صح لسانك وسالم وغانم ويا شيخ شافي أنا بسدك في الجائزة ولن لقيت العتيبي اللي ذكرته نبى نجيبه المحلك وننبسط عندك ونسير عليك. ضيفهم ودني أنه يجيني ويزورني والله ما أدري عاد هو حي ولا زيد مات إن مات الله يرحمه وإن كان حي أبه يزورنا بلاد كثر ما يضم أشخاص ولا يحفظ رسوم مداين من الذكرى وزملا على ميراد حنينه ضمى طير من العين حلوة النوم عيش اغتراب الذات واجمع الأضداد خطأ صح ولا صح نجني وراه اللوم ثياب النوايا بيض ولا ثياب احداد حياة الضمير وموته تحدد المحروم كلام البشر دائم على وهبة استعداد اللي زاد رتم غن وطاح رتمه شوم يقولون جرحك حي قلت الحياة اغماد من ايامها يضحك ويبتسي عزيزة القوم امامي وخلفي للنوايا ثلاث ابعاد من ابعادها تبديل عين النبي وسوم ترى اللي عيونه شغلها غرة الاجواد يبيع المروة لا تكلم من اول سوم ترى اللي عيونه شغلها غرة الاجواد يبيع المروة لا تكلم من اول سوم زكاة الرجال نميزه علم النشاد علومه اللي دققت فيها زكاة علوم وانا اعتدت شيء وكل شخص على معتاد محبة حاجة ما تجي الله بحب اخشوم تجي عزة النفس بتواضع وقد حزنات مثل ما ذكر معلقة عمر بن كثوم. سؤال مرحبا بك يا العتيبي نابا منك العلوم وانت شاعر من قبي لهو عندك تجربة وانت شاعر من قبي لهو عندك تجربة البقايا الشايبة اللي على روس الرجوم في محلك كل ما سيق فنجال اشربه مرحبا بالجميع زيارة البركة هذه الليلة بيض الله وجيكم كلكم والله حييكم
عند البقوم. الله حييكم. قلبي بحب ذوي الأخلاق معترف، وحب غازي عن الباقين مختلف. هذا الذي تعرف الشاشات وطلعته، والعز يعرفه والجود والشرف. شهم كريم وللأصحاب ذو صلة، في الجود وابن وفي الإعلام محترف. يا لائمي في قصيدي حين أمدحه، إن كنت تزعم في مدحي له سرف. صاحبه وقتا قليلا ثم سوف ترى، من جوده وقراه فوق ما أصف. إن المكارم لا تشرى مبايعة، إن المكارم لا تشرى مبايعة، بل دونها شهب الآفات ترتدف. ركوبة صعبة، من غير راكبها؟ ذاك الشديد الذي لم يغره الترف. غازي وغازية إن عدت مآثره، فإنها سير تزرى بها الصحف. يختار خطوته من سير والده، ومن جميل صفات فيه يخترف. وفي الأقارب من مداته أثر، فانزاح عنهم جفاف الحال والعجب. فخر لمن كان غازي من قبيلته، كذاك فخر لغازي من به عرف. أبناء غانم والإقلام عدتهم، والحول كرمتهم من خيرهم عرفوا. قوم كرام لهم في جدهم سلف، كل المدائح في ميدانهم تقف. والله سلام. المهابيل اللي طريق المرجلة مواشي قتبل، تلقى حداهم من تفخ تسنها الفيلا وتركب فوق الفرس ما مشت. ولا عشق الخوة رجال مشاكيل، ولا يوم رجل يمهم سيرت بالشرواكم، ولا يوم رجل يمهم سيرت ولا قد جرال في حياته بهذي. ولا الظروف القاسية عزرت به، عايش حياته كل بوها تسهيل، وسيارته ما عمرها بنشرت به. راكب على جيب يدك الغراميل شاري فمه ما تسجل. يا سلام. تفضلوا على عشاء. يا مرحبا. يا مرحبا بالجميع. يا رب البركة هذه الليلة، بيض الله وجيكم كلكم. والله حييكم عند البقوم، الله حييكم على عشاكم. الله يبقيك. اسم جميل في البقوم. الله يسلمك.